بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث هذا أولا هو حديث صحيح، ثانيا الفهم دياله كثير من الناس يفهمونه على غير وجهه، ولذلك غادي نحكي واحد القصة اللي هي سبب ديال هذا الحديث هذا. السبب ديال هذا الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر، وطبعا لما يكون الإنسان مسافر عنده الرخصة، إلا بغى يصوم يصوم، إلا بغى يفطر يفطر، يعني أنهم عنده الرخصة حسب صحته وحسب ظروف سفره وحسب أحوال سفره، عنده الرخصة، لا يلزم بالإفطار ولا يلزم بالصيام. فإن صام يعني فقد أنهى الذي عليه، وإن أفطر فعدة من أيام أخرى، أي كي يرد ذوك الأيام. لكن واحد من الصحابة قهروا الصيام، كان الحرارة وكان السفر وكان شدة، هذاك الصحابي قهروا الصيام وما بغاش يفطر، ما بغاش يفطر يعني أصر على أن يكمل اليوم. فماذا وقع له؟ أغمي عليه، يعني من شدة الحرارة والصيام سخف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم راه مجموعين عليه تيكبوا عليه الماء باش يفيقوه. قال لهم: مال هذا؟ قالوا لي: يا رسول الله، راه الصيام والحرارة وما بغاش يفطر، راه سخف. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو السياق ديالها، بمعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كان هذا حاله، يعني اللي وصل لهذه الدرجة هذه راه ما خصوش يصوم، وراه إلا صام وطاح ومرض أو لا قدر الله مات راه بحال قتل نفسه. والله تعالى قال لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن الخلاصة من هذه القصة هو أن الإنسان إذا كان كيضر الصيام سواء بمرض أو سفر أو حرارة أو غير ذلك من الأسباب، فلا يجوز له أن يصوم. رانا كنشوف شحال ديال الناس كيسول، تيقول لك الفقيه انا راه قال لي الطبيب ما تصومش، ولكن انا ما قدرتش نفطر والناس كلشي صايمين وكذا، وكيتقهر مع الصيام. لا يا اخي الكريم، اذا افتاك الطبيب انك يجب ان تفطر وصمت فقد عصيت الله، لانك الا صمتي لان مثلا الطبيب تيقول لك انت الكلاوي ديالك تيحتاج الماء كل 3 سوايع، كل 3 سوايع خصك تشرب لان عندك مشكل في الكليتين، راه الا صمتي راه غتكمل النهار، ولكن الكليتين ديك غيرجعوا اللور، غيبدا يتراجعوا اللور حتى يبسوا الله يحفظك، تولي كدير الدياليز ولا تدير شي، تولي داك المرض يتطور المرض اكبر منه، انت راه ما تيبان لكش، ولكن مع مرور الوقت تقدر توصل لهذه الحاله هذه. فليس من البر الصيام في هذه الحاله. لا تعاند ربي، ما محتاج العباده ديالك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذه آية من القرآن الكريم. ربي ما بغاكش تعذب، ما بغاكش تكرفص، وقال لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن معاشر الأحبة، إنسان لا عنده ضرر في الصيام إما بمرض أو سفر أو حرارة أو غير ذلك من الأسباب، فلا يجوز له أن يصوم، وإنما يجب عليه أن يفطر، وبعد ذلك يشوف الحل ديال ذاك الصيام شنو هو، واش الفدية، واش القضاء. إذا كان مثلا مرض مزمن ما كيبراش، غيخرج الفدية، غيخرج إطعام مسكين عن كل يوم، كيلو ربع ديال الدقيق أو كيلو ربع ديال القمح على كل نهار، رمضان كله 40 كيلو. أو لا غادي يعوضوا إذا كان الصيام، إذا كان مرض عادي غيبرى منه، ديك الساعة ملي غيبرى غادي يعرض الأيام اللي كلاها، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله.